اسمي كراء عبد السلام، وحيد العامري، رسام تشكيلي من بغداد، طالب معهد فنون جميلة بغداد. للأسف لم أستطع تكمل دراستي بسبب الظروف الأمنية اللي بالعراق، بالرغم من أني كنت نال أعلى درجات، لكن الظروف السيئة حالت دون أن أكمل دراستي في هذا البلد. قدمت إلى فنلندا في منتصف شهر آب طالب اللجوء عبر قوارب الموت. العراق بلد غني بموارده الطبيعية والبشرية، لكن لا يوجد اهتمام حقيقي لطاقاته الإبداعية بسبب الظروف الأمنية. شعرت في هذا البلد وكأنما انبثقت من جديد في حياة أخرى أكثر أمان وأكثر شبها لمعنى الحياة الطبيعية التي طالما حلمت بها في بلد الأم. لكن هناك تحديات جديدة أيضا وضريبة يجب أن أدفعها مقابل كشخص انطلق من خط البداية. طبعا بالنسبة لأدواتي كان افتقادي لهم فتشي كلش صعب. أنا كلش أحب أدوات لأنها الشيء الوحيد اللي كان برفقتي منذ الطفولة. يعني بالنسبة لي عندي الورقة والقلم فد شيء عظيم، أنا يعني أفر كل أشياء بيها، حزني، جميع ظروفي، أنه فد شيء تسلية بالنسبة لي. يعني كان شعوري أعتقد أنه أشبه بالأب اللي مفتقد أولاده، هذا كان شعوري بالنسبة لأدواتي. طبعا مشروعي الأول في فنلندا، طبعا لازم أتعلم اللغة الفنلندية، وهذا شيء جدا مهم راح يسهل لي حياتي، وراح أقدر أتعرف على أصدقاء وأقدر أستمر أتعرف على، طبعا هذا الفقرة المهمة هي لازم إنه نتعرف على ثقافة فنلندا، نكتشف بها شنو الأشياء، أقدر أدرس أكمل دراستي.